سماء ألمانيا ستكون مسرحا لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في مناورات جوية تحت مسمى Air Defender 23 اعتبارا من يوم أمس الاثنين ولمدة ما يقارب الأسبوعين، لتكون الأكبر في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية. يشارك في المناورات 10,000 جندي من 25 دولة منضوية تحت لواء حلف الناتو بمشاركة 250 طائرة حربية وشحن جوي. الولايات المتحدة وحدها أرسلت عبر المحيط الأطلسي 100 طائرة. نحن حلف دفاعي كما هو الحال بالنسبة لهذه التدريبات، لا نقوم بتحليق أي طائرات بشكل هجومي، كما أن هذه المناورات لا تستهدف أي أحد، إنها تدريبات دفاعية فقط تظهر أن الحلف مستوى يمكنه الدفاع عن نفسه إذا مضطر لذلك. تحاكي المناورات الجوية المادة الخامسة من ميثاق الناتو وترسل رسالة واضحة إلى روسيا بالتوازي مع الهجوم المضاد الذي أعلنته القوات الأوكرانية في شرق البلاد. نتمنى ألا يحدث هجوم علينا من الشرق، لكننا في حلف الشمال الأطلسي في وضع يمكننا أن ندافع عن حلفنا وقيمنا ووطننا وسلامنا وحريتنا. ضرورة التدريبات الآن أوضح من الوقت الذي انطلقت فيه سابقاً. نعلم منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا أن الهيكل الأمني في أوروبا كما افترضنا لعقود من الزمن لم يعد يعمل بعد الآن. Wie sie über Jahrzehnte lang von uns unterstellt worden ist, eben nicht mehr funktioniert. على الرغم من تطمينات القيادة العسكرية في حلف الناتو، إلا أن المناورات الجوية ستقيد حركة الطيران المدني فوق سماء ألمانيا المكتظة. لذلك تعالت الأصوات المطالبة بتخفيف حظر الطيران الليلي المطبق في معظم المطارات الألمانية الكبرى. هذا وقد أعلنت وزارة النقل في مقاطعة شمال الراين فيستفاليا أنه سيتم تخفيف الحظر الليلي في مطار دوسلدورف الدولي. تعود فكرة المناورات الجوية لقوات الناتو فوق سماء ألمانيا إلى ما قبل 5 أعوام، عندما زار قائد القوات الجوية الألمانية واشنطن وطرح الفكرة عليها، أي قبل أن تبدأ الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. لكن الهدف الآن من المناورات أصبح واضحا، إلا وهو روسيا، دون أن تعبر قيادات الحلف عن ذلك بشكل صريح. من ألمانيا دلشاد حاجي لقناة اليوم.